الدعاء موقوف بين السماء والأرض. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، يعني ما يطلعش الدعاء حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله بارك يا حمام بمورد البدر التمام. سارع ابو عيد. بالله بارك يا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما تنابيه الرحمن التباوت. صلى النبي صلى الله عليه وسلم اول جمعه بعد الهجره في المسجد قباء. سبق بريس على تغطيه هذا الحفل المبارك، هذه المناسبة الطيبة العزيزة على قلوبنا، على قلوب المسلمين، وهي مولده صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم في مسجد السعادة بحي السعادة الذي اعتاد دوما أن يحتفل بهذا المناسبة، لا يتركها تمر دون أن يحتفي بها. كان حفلنا بسيط متنوع، فيه كلمات للأئمة و مسابقة للقاعة وأناشيد وابتهالات، وكرمنا بعض المشايخ مشايخ هذا الحي. وهذا منذ أن أسس المسجد في سنة عام 1947، دأب المسجد دائما في كل عام من الربيع، ربيع الأنوار، أن يحتفل بهذه المناسبة الطيبة المباركة. نبت بهذا الحي وعشنا بهذا الحي، ومرت عنا كل الاحتفالات، صغار شباب كهول، والآن رانا شيوخ وما زلنا نحتفل. معك الإمام إسماعيل الهميسي، إمام أستاذ بمسجد السعادة بحي السعادة بلدية جلفة. اليوم استضفناكم وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم. كان اليوم عندنا إن شاء الله لقاء ختامي عقبه أو سبقه محاضرات وندوات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، معاملاته مع أولاده، مع زوجاته، مع المسلمين، مع غير المسلمين. ثم ختمناها في هذه الليلة إن شاء الله نشاط كذلك ندوة في فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تخلل هذه الحفلة الختامية، تخللها أسئلة طرحت في القاعة على تشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طرحت في القاعة على المستمعين وعلى الحاضرين في المسجد. في ختام هذا الحفل تكريم لأكبر معلم قرآن في حي السعادة، بل قل في بلدية الجلفة، اللي هو سبو الأرباح عريشة، تم تكريمه من طرف إمام المسجد وجمعية المسجد، بل وحتى من كبار الحي حي السعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء غير عاجل، إنه ولي ذلك مولاه. بارك الله فيكم، ربي يجزيكم عنا خير الجزاء. لحضوركم كذلك نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. كانت جمعية المسجد حي السعادة أيام ليالي أيام وليالي الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واختتمت هذه المحاضرات باحتفال أقيم في هذا المسجد العريق الذي بني سنة 1947. وتضمن هذا الاحتفال بأناشيد ومحاضرات وتكريم طلبة حفظ القرآن التي الذين يدرسون في هذا المسجد. يا